بسم الله والحمد لله ربي هني البلاد. إن شاء الله أول مرة نحن نحسوا بالديمقراطية الحقيقية اللي هي الانتخابات وصناديق الاقتراع، وإن شاء الله ربي هدي البلاد والعباد إن شاء الله. رأينا أنه ما زالت هو ما فيش هذيك الزحمة، لكن نتوقع أنها تزيد مع الوقت مع طول النهار إن شاء الله. فإن شاء الله نتمنى كل خير للبلاد، حتى في ناس متردة ما تبيش تصوت نتيجة الظروف العامة يعني وكذا، وحتى ما عطوهمش فترة قبل يعلموا علي الانتخابات، كان فترة شهر ولا كذا، ما كانش كافية للناس باش تقرر وتشوف وتسأل على. ربي يحفظ بلادنا ويوفق الانتخابات إلى الطريق الصح، وننتخب الأفضل إن شاء الله اللي يكون مخلص وقادر على تسيير هذه البلاد. هذه الانتخابات ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع النواب الجدد، وما نبيهمش يديروا كما داروا الأولين، وخلوا ثقة الشعب يعني نصب عيونهم،
بالنسبة للنواب الحاليين تبقى هدفهم ليبيا فقط.